السلام عليكم، كديرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، نهار جديد وفلوج جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفلوج اللي غادي نديروا فيه فقط روتين ديال النهار. راكم عارفين مع دابا البرد صراحه ما كيبقاش بزاف بنادم كيخرج للزنقه بزاف، يعني كيبقى هكا في الدار. انا نشارك معكم كيفاش كندوز الصباح. فديما من بعد ما كنفيق الصباح اول حاجه كنديرها هي انني كنطوي الدار مزيان، كنحيد كنجمع بيتي هو الاول، البيوت الاخرين كنخرج نجمع هكا وسط الدار، نمسح الغبره، نشطب، نجمع صافي. وديك الساعات كنعطر الدار، انا بالبنات كنعطر الدار بهذا المعطر هذا، كنشريه من زيمان بالنسبه للناس اللي ساكنين في اوروبا، فراه كاين في اوروبا كامله. واحد الريحه زوينه، واحد الريحه ديال الانتعاش في الدار بعد هذا الغوز هذا. انا كيحمقني، كنت كنديرو زعما من زمان ومازال لدابا كنديرو. كما قلت لكم راه زيمان والثمن ديالو رخيص ماشي غالي بزاف. كنرشو هكا على الفراش، كنرشو على الخوامي، وكتبقى واحد الريحه زوينه. ممكن ديرو حتى الحوايج هكا حيت كتصبنوهم، فراه كتبقى فيهم واحد الرائحه الانتعاش زوينه بزاف. صافي هنايا غادي نكمل المسيح، نمسح الغبره كيف ما قلت لكم، كنمسح كلشي وان شاء الله ندخل نوجد العشاء ديال هذا النهار. ودابا غادي نوض نوجد العشاء. بما ان هذا الجو هذا بارد صار ضروري شي حاجه تكون سخونه اللي تسخن لنا مصيرناش في العشيه. هنايا قلت غادي ندير الحريره، بغيت نوجد واحد الحريره كنديرها بواحد الطريقه اللي سهله سهله وبسيطه، بغيت كتوجد دغيا دغيا. غادي نحتاج واحد البصله صغيره، انايا هنايا ما عنديش بصله صغيره، لقيت غير واحده كبيره قسمتها على جوج، نص غنحتفظ به بلاتي. وغادي ندير غير نص بصله نقطعها هكا صغيره كاع بزاف، ممكن تحكوها، انا غير قطعتها هكا. غادي نزيد عليها واحد الكميه ديال الحمص، الحمص كيبقى على حسب واش كتاكلوه بزاف، واش كتعجبكم الحمص كثير في الحريره، حيت انا ما غاديش ندير كميه كبيره، يعني غادي ندير غير كميه قليله ديال الحريره. صافي هنايا غادي نزيد معها تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس طري. كان عندي المعدنوس في الفريكو، جبتو هكا كتلات الزبور وشويه الكراس كانوا عندي كامل الفريكو زدتهم. وبالنسبه للعطريه فانا درت الملح، الابزار، سكينجبير وشويه الخرقوم، وفي الاخر كاع غادي نزيد واحد الرشه صغيره ديال القرفه كيف ما كتشوفوا، غير رشه صغيره راه كتعطي واحد المذاق زوين. وهنايا غادي ندير شويه تاع الزيت تاع الزيت، وغادي نحطها فوق البوطه هكا كتشحر. وغادي نزيد الماء اللي غادي يغطي ليا الحمص، اللي غادي يطيب ليا فيه الحمص، وهو اللي غادي يطيب فيه الحريره. يعني درت هنايا تقريبا واحد ليترو ديال الماء، وغادي نسد الكوكوط ونخليها طيب. صافي من بعد ما طاب ليا الحمص فانا خليته تقريبا واحد ساعه تاع المكانه. من بعد ما طاب فانا هنا كنزيد عليه مطيشه، كندير غير هذه ديال لاصوص، فصراحه تكون المذاق ديالها حامض وكتجيني زوينه في الحريره، كتعجبني المذاق ديالها في الحريره، وخاصه الحريره اللي كتكون هكا غير ديال الزربه، ماشي الحريره البلديه اللي لحقه وطريقه اللي خاصها مطيشه طايبه. هذه الحريره الزربه كندير لها غير هذه ديال الكرتونه، فهي كتجي زوينه وكتعطي واحد المذاق زوين. صافي كان من بعد ما درت المطيشه غادي نزيد عليها الشعريه، وغادي نخليها نخليهم يطيبوا مع بعضياتهم واحد 10 دقائق او 4 ساعه. ومن بعد غادي نضيف لهم الطحين وغادي مع الماء. بالنسبه للطحين مع الماء فانا يا كيسحبني راني صورت اللقطه، انا كاع ما صورتهاش حتى رديت لبال الكاميرا لقيتها بانها ما كتسجلش. فصافي ديك الساعه كنت ديجا راني درت الطحين ودرت الماء، وغادي نخليها على عافيه مهيله حتى كتطلع فيها الغليه، وغادي نطفي عليها وغتكون الحريره ديالي واجده. باش غنراكب الحريره فانا قررت انني ندير واحد المسمنات اللي غنعمرهم بواحد العماره زوينه. هنايا عشان العجينه ما عتمالي مع الكاميرا هذا النهار، كيصحابني ديما كتصور ويا ما كتصور والو. المهم هنايا درت واحد زلافه كبيره تاع طحين في الفرن مع واحد زلافه كبيره تاع الفينو، درتهم قادين وعجنتهم غير مليحه والماء دافي. صافي عجنتها هكاك وخليتها ترتاح. ودابا غادي نوجد العماره. بالنسبه للعماره فانا غادي نحتاج فيها واحد الربطه هكا مويان ديال المعدنوس، ديك نص بصله اللي بقات ليا من الحريره، واحد الفلفله صغيره، وتما درت الشحمه. الشحمه كانت عندي في الفريكو يعني مشحاله هذه، وقلت علاش لا ما نجبدهاش وندير بها خبيزات هكا. صافي غادي ندير كلشي في الميكسور كيف ما كتشوفوا، غنطحن كلشي بالشحمه بالمعدنوس والفلفله والبصله، غنطحنهم مزيان 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 حتى كيوليو بحال الشرموله، يعني غادي يوليو مدقوقين مزيان.
من بعد ما طحنتهم مزيان كيف ما قلت لكم كيجيو بحال هكا، يعني كيجيو بحال العجينه، غادي نديروهم في واحد المقله وغادي نزيد عليهم واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال الزيت البلديه غير باش ننسم، حيت اصلا الشحمر غادي يطلق لي دم ديالها فين غادي يطيبوا. وغادي نزيد العطريه، بالنسبه للعطريه غادي ندير شويه الملحه، شويه الابزار، شويه الكمون، شويه ديال الخرقوم، وواحد شويه ديال التحميره. صافي غادي نجمع كلشي وغادي نحطها فوق عافيه مهيله حتى كطيب. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما كطيب، فهي كتجي بحال البقوله كتجي بحال بحال الشكل هذا، كتجي عاقده يعني حتى داك اليدام كامل كينشف. صافي دابا غادي نزيد عليها واحد شويه ديال هاد لاصوص ديال الصلصه، كتكون شويه حاره وكيكونوا فيها الطريفات ديال الفلفله. الا ما كانش متوفره فممكن تزيدوا فقط لاصوص ديال مطيشه، اولا تحكوا معها شي حبه ديال مطيشه. الا كنتوا تحكوا مطيشه ديروها معها في الاول يعني طيب معها. صافي هنا من بعد ما غادي نخلط هذا الشيء مزيان غادي نحطها جانبا حتى كتبرد تماما، وغندوز دابا نهز نقاد العجينه. بالنسبه للعجينه كيف ما كتشوفوا فهي طلقات هكا. صافي غادي نحاول ندير هكا كرات متساويه مع نقطع هكا بشويه تاع الزيت، وغندير كرات يكونوا مساويين، غير هو الحجم ديالهم غنديرهم شويه كبير يعني ما يكونوش صغار باش يتساعوا ليا وتجيني ملويه هكا شويه كبيره ما تجينيش صغيره بزاف. من بعد ما درت دوك الكوارات الصغار فانا خليتهم يرتاحوا واحد شويه، ومن بعد بديت كنطلقهم بهذه الطريقه هذه باش العجينه كتمشي معايا. غنطلقهم بهذه الطريقه حتى كيوليو رقاقين بزاف، ومن بعد غادي نعمرهم بالعماره اللي صايبنا، غنحاول نمسحها على المسمنه كامله من جميع الجوانب، ومن بعد غادي نطويها وغادي نعاود نخليها ترتاح. غنكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي المسمنات كاملين اللي عندي، ومن بعد ان شاء الله غندوز نطيبهم. ومن بعد ما كملت المسمنات كاملين كيف ما شفتوا بهذيك الطريقه فانا خليتهم يرتاحوا، وغادي نضغط عليهم بهذا الشكل هذا غير باش يعاودوا يقبطوا الفورمه الثانيه. صافي وغنبدا باول وحده غادي نقرصها. طريقه سهله باش انكم تصيبوا الملوي سواء هذا سواء المسمن، اي ملوي كنتوا غادي تطيبوه في المقله فاسهل طريقه هو انكم تخدموا بورق الفرن، فراه كيسهل عليكم الخدمه بزاف البنات، خاصه حيت كنبغيو نهزوه للمقله، عرفتي راه كيتهز ما كيضيع ما حتى شي حاجه وما كيتقطع ما كيعوج. اسهل طريقه هي هذه، انا ولات عندي معتمده بزاف انني حيت كنبغي نطيب مسمن او لا ملوي او لا اي حاجه هكا في المقلات انا كنستخدم ورق الفرن كيف ما قلت لكم كيخرج الفورمه هي هذه. صافي من بعد غادي نحط المسمنات ديالي كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه، غنبقى نقلبهم كل ساعه
حتى كيطيبوا على عافيه اللي كتكون شويه هكا مجهده، غير المقله خاصها تكون سخونه، اذا كانت المقله سخونه تكون عافيه مويان وصافي. صافي غنكمل بهذه الطريقه هذه حتى غادي نوجد غادي نوجد المسمنات كاملين. وهادو هما المسمنات ديالي ديال الشحمه، صراحه جو رائع في الطياب، كتعطي واحد الريحه ما شاء الله غزاله. هاد الريحه هادي شهاتني في رمضان وجاني داك الشياق الاجواء ديال رمضان، صراحه مقالي هو والله يبلغنا رمضان يا ربي بالصحه وعافيه. وهذا هو الشكل ديالهم، صراحه راه كيجيو مورقين من الداخل، كيجيو خفافين وكيجيو بنان. بعد المسمنه الاولى غير طيبتها كليتها ومن بعد كنجمعها كامسمنات كاملين كنديرهم في واحد المنديل كيف ما كتشوفوا، وغادي نغطي عليهم وغادي نخليهم. ها هو المسمن ديالي وجد، الحريره وجدات، دابا غادي نوض نطوي شويه هكا الكوزينه، نغسل المايونيز، ومن بعد غنوجد ليا واحد الكويس ديال القهوه ونتسنى لما يجي ان شاء الله من الخدمه باش نحط العشاء. الصراحة هاد الأجواء الباردة أحسن اختيار هو زليفة ديال الحريرة ومسمنات بمذاق ديال الشحمة. صراحة الحريرة جات غزالة وجات بنينة كيف ما قلت لكم، ساهلة وضيقة توجد وجات بنينة، والمسمنات حتى هما جاو رائعين، عطي جاو هشاشين هشاشين حنين، وجا المذاق ديالهم زوين بزاف. كنتمنى أن الوصفة ديال اليوم تكون عجباتكم وتكونوا تجربوهم، علاش لا، راه ساهلين في التحضير، مشتوني معايا اليوم في الفيديو، ساهلين في التحضير وساهلين في المكونات وكيوجدوا دغيا دغيا والمذاق ديالهم رائع. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. سلامه.